ماما سافته سيلا ايما سيلا في مكناس وبابا الوالدين ديالو في كازابلانكا. حنا طلعنا من مكناس لاسرائيل المصباحه ديالنا. سافته سيلي ام دي مي دي ماما عالتا لحضيرة، ساكنة بحضيرة، وطلعت من المغرب لإسرائيل سنة دين. احنا مصباحة ديالنا بوي إما وخواتات زينا بوحدنا الباطو العالية 21 مارس 1863. انا دي كنت 13 عام. احنا زينا من مكناس مشينا لكازابلانكا. كازابلانكا طلعنا على الاغنيه الكندرون، طلعنا على الاغنيه غريغ ايفانيت حتى فرنسا مارسي. في مارسي عينو بكون حدا صهار حرز علينا الباطو اسكندرون تركي من مارسي لحيفا. حيفا هذيك ديزينا الارض. طلعنا على المصايد على الاوتوبوس عباونا لكيلات سمونا. كيلات سمونا عطاونا سخنوت، عطاونا دار صغيره زوج البيوت. انا احنا ستة الاخوان بابا ويما ثمانية النساء زوج البيوت زي اسرائيل. انا كنعرف عبريت خمس عام ست عام دي طلعت لاسرائيل. كنت كنعرف العبريت اش لي تو كان عندي كان سيرتيفيكات لما تعبريت. انا كنت كبير في المشبخه وعرفت كل شيء، عرفت عبريت وفرنسا عبريت